مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا قناة الصحة والجمال، برنامج بنات حواء. كل سنة وانتم طيبين. طبعا كلنا شفنا الرعد والبرق والمطر، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول الشتاء. وطبعا كلنا امبارح واول امبارح مشينا في المطر، وبالنسبة للسواقة والناس اللي وقفت في الطريق، بجد بجد حاجه كانت فعلا صعبه جدا. النهارده حلقتنا مختلفه خالص، زي ما عودناكم ان حلقتنا دايما مختلفه ومتجدده. النهارده حلقتنا بتتكلم عن تعليم السواقه، وتعليم السواقه بالنسبه للستات حاجه مهمه جدا، وبالذات لبنات حواء. النهارده جبنا لك تعليم السواقه عندنا هنا في الاستوديو علشان كلنا نعرف مبادئ السواقه، نعرف ازاي نتعلم ان احنا نمشي في الطريق صح، ازاي نعرف مبادئ ان احنا نشغل العربيه. وكمان كل الناس في مقوله شهيره يقول لك ان الستات ما بيعرفوش يسوقوا. لا، احنا النهارده هنعرف نسوق. بنات حواء هتعرف تسوق. معانا النهارده اكاديميه لتعليم قياده السيارات، معانا النهارده صاحبه اكاديميه نونا ليدز درايف الاستاذه حنان علي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، منورانا ومشرفانا. ميرسي يا حبيبتي. من النهارده كل الستات هتعرف تسوق. من تمام، بدري بيعرفوا يسوقوا. كلنا هنروح الاكاديميه نتعلم السواقه. اهلا بيكي، تنوري طبعا. طيب في البدايه استاذه حنان، كلمينا عن بدايه الاكاديميه او اكاديميه نونا ليدز درايف. انا الحقيقه جاتني فكره تعليم السواقه للسيدات عشان شفت في عبء على السيدات في ان هم بتروح تودي مدارس، بتروح تودي نوادي، بتروح تودي دروس، وعند المجتمع المصري طبعا بيقول لك لا ما ينفعش تتعلم مع راجل. فجاتني الفكره ان انا اساعدها، يعني ان انا اساعد السيدات، يعني الست بس كل الحمل عليها، على الستات كل الحمل عليها. بالظبط، انا عايزه اقول لك فعلا. لان في رجاله بيحجزوا معايا لزوجاتهم يعني عشان تشيل عبء ان هي توصل مدارس وان هي توصل دروس، فهو اللي بيحجز عشان تشيل كمان الحته دي. بالنسبه لبنات حواء كلهم شايلين الحمل كل حاجه بصراحه. دي حقيقه، دي حقيقه. طيب الاول كلميني. طيب انا كعميله جيت عند حضرتك عايزه اخد كورس، قولي لي الاول طيب الكورس ده بيبقى قد ايه؟ خمس حصص. وده حسن الجديد عندنا. يعني خمس حصص بتتعلمي فيها. فناس بتستغرب في الاول لما بيجوا لتالت حصه بيلاقوا نفسهم بروفيشنال بيتعلموا، فبيعملوا الفيديو بيقولوا لا ده كتير جدا. الحصه يعني الحصه دي بتبقى ساعه ونص في خمس حصص. في خمس حصص يعني انا عن نفسي انا بخاف بتسوقي من اول خمس دقايق. انا بخاف من السواقه. لا، كل اللي بيحجز على فكره، كل بنات حواء يعني البنات لما بيحجزوا او السيدات بيحجزوا كلهم بيبقوا بيقولوا لك الكلمه دي، احنا خايفين. مفيش حد بيجي، مجرد ما بتقعد اول خمس دقائق في الحصه بتسوق، سواء مانيوال او اوتوماتيك. طب قولي لي اساسيات انت بتديها ايه؟ اساسيات ان هي تبدا تشغل المفتاح من البدايه. من البدايه، من بدايه ان هي بتقعد على الدريكسيون، بتظبط الكرسي، بتدي. انا بعلم الاول والعربيه اصلا مش شغاله، ان هي عود رجلها ان احنا في الاوتوماتيك، لان انا ماسكه اوتوماتيك كمان، لكن عندي مدربات مانيوال يعني. يعني بتعلم الاول الاساسيات، بعدين واحنا ماشيين بنمشي ليا طريقه كمان، والمدربات متهيألي معظمها اللي بتشتغل معايا الفرامل، ازاي بتاخد الفرامل. يعني انا اول دي في اول حصه انا مسكت الدريكسيون اهو، اول حاجه اشغل المفتاح واعمل ايه؟ لا خالص، احنا بنبتدي مش شغلتش المفتاح الاول. لا لا، بنبتدي والعربيه، انا عن نفسي كحنان يعني بفصل العربيه، بنظبط رجلنا اللي هي مقاس الرجل على على الفرامل. تمام. والبنزين ازاي باخد فرامل، ازاي باخد بنزين والعربيه، وبنعمل زي عقرب الساعه، رجلك التاتش هنا بيبقى ازاي. يعني في اساسيات كده بتخليكي بتسوقي من اول خمس دقائق بثقه. هي ده اللي احنا بنعمله يعني. تمام تمام. طيب يعني بتقولي لها مثلا انا هعلمك الاول على مانوال
ولا اوتوماتيك، ولا هي بتبقى جايه بالعربيه انا عايزه اتعلم على دي وخلاص؟ لا احنا يمكن احنا زمان كنا بنتعلم على مانيوال، ودي برضو اللي انا او الناس كلها بقت عندها المايند سيت بتاعها دلوقتي مختلفه عن الاول، ان انت هي هتجيب عربيه اوتوماتيك فليه اتعبها وتتعلم على مانيوال؟ يقول لك الصح انها تتعلم على مانيوال الاول. لا طب دي بان هنا انا الفكره دي تماما، لان انت هتجيبي عربيه اوتوماتيك فهم اوريدي المايند سيت بتاعهم خلاص عرفوا ان انا هجيب اوتوماتيك هتعلم اوتوماتيك، هتجيبي مانوال اتعلمي مانوال، واحنا عندنا ده وده، واحنا بنروح لحد العميله يعني هي بعربيتنا. بتتعلم الاثنين مانوال واوتوماتيك؟ لا بتتعلم، اللي عايزه هتجيب عربيه مانوال بتتعلم مانوال، اللي عايزه لكن مش في البدايه انا بعلمك الاثنين وانت تجيبي العربيه اللي انت عايزاها؟ لا كل كورس لوحده، كل كورس لوحده، في كورس اوتوماتيك وفي كورس مانوال. تمام. طيب نطلع نشوف فيديو ونرجع تاني. من الفيديوهات يلا نطلع نشوف اتفضلي. فيديو. ورجعنا لكم بعد الفيديو وشفنا طبعا رأي عميلة من عملاء نونا ليديز درايف. نكمل أسئلتنا بقى لكل بنات حواء مستنيين الحلقة دي علشان يتعلموا السواقة. قولي لي بقى أول حد، أو أنتي اتعلمتي السواقة إزاي؟ انا خدت كورس برضو يعني اتعلمت على مانيوال، لان كان لسه بقى الناس في الاول، يعني انا من حوالي 18 سنه بسوق، فكان لسه بقى موضوع، وجبت عربيتي مانوال فتعلمت عليها. لكن احنا دلوقتي بنوفر كمان العربيات بتاعتنا لحد العميله، يعني العميله اللي بتطلب اوتوماتيك ببعت لها العربيه الاوتوماتيك، بتطلب مانوال ببعت لها لحد البيت. ودي طيب الاكاديميه اللي بتوفره يعني. طيب انا دلوقتي ماشيه وبسوق وقابلين عطل، بلاقي كتير قوي ستات واقفين وبيشاوروا العربيات. طيب انت بتعلمي في الاكاديميه ان انا لو حصل اي عطل وانا ماشيه في الطريق بتتصرف ممكن اعرفه في خلال لغايه ما اروح للميكانيكي؟ لحد ان هي يعني تغير كاوتش عربيه، ان هي الميه بتبص على الميه برضو، بتبص على العداد عندها، العداد مثلا لو ما فيش ميه هتلاقي العداد عند اقصى حاجه ليه، فهتنزل تفتح الكبوت وتعمل كده يعني، في حاجات بسيطه يعني اللي هي بيها توصل للميكانيكي يعني. يعني تشوف الزيت، تشوف تشوف الميه. هو دايما يعني الميه هي اللي بتعمل مشاكل، الكاوتش لو نام منها بتعرف تغيره يعني، بتبقى سهله يعني. بنشوف دايما السيدات بتبقى عايزه تعمل كل حاجه وهي بتسوق، ده بتتكلم حقيقي. في الموبايل، بتتكلم مع لو ولادها معاها، بتعمل كل حاجه وهي وهي بتسوق. سايقه. طيب انت يعني بتوجهيها وبتقولي لها ايه الاساسيات اللي انت المفروض تتبعيها علشان تبقي ماشيه صح وتبقي ماشيه تمام في طريقك؟ في الاول لازم، ما فيش تليفونات طبعا يعني في الاول، الاكسبيرينس بتاعتها لا
يعني انا افضل ان هي تبقى ملتزمه شويه. المرايات عندي اهم حاجه في المرايات، ان انا ما اخدش ابدا احرك الدريكسيون قبل ما احرك عينيا ناحيه مرايتي مثلا اليمين سي، يعني لازم احرك الاول عينيا اشوف امان العربيه وبعدين ابقى احرك الدريكسيون. في اساسيات كده لازم نعملها وبناخد الاكسبيرينس عليها، يعني مش بنعملها بس، لا بتتدرب عليها كويس جدا. واليوتيرن لازم تتدرب عليه كويس جدا. هي ايه برضو ايه حاجات كده، ادينا معلومات شويه يا مدام حنين يعني. اتفضلي. يعني كم معلومه كده لبنات حواء. طيب ان هي انا جايه الاكاديميه وعندي خلفيه في اساسيات معينه، انا هعمل ايه؟ اللي عندي خلفيه دي ما بتشغلنيش قوي، يعني انا دايما بتعامل مع العميله. عشان كده انا بقول لك قولي للبنات حواء اساسيات، يعني انا دلوقتي هسوق المفروض ان انا اخلي بالي من يمين، اخلي بالي من الشمال، اخلي بالي. انت بتتعلمي كلنا شايفين حاجات غريبه في العربيه. الدريكسيوني البنزين دوت ليه تاتش معين، الفرامل باخدها بطريقه معينه، بتابع مراياتي. اهم حاجه في المرايات ان انا اتابع المرايات، يعني لان ممكن المرايات دي بتعمل كوارث. البنزين تاتش البنزين بيبقى خفيف جدا، يعني ما مش يعني دي بتختلف عن الفرامل يعني. طيب انا كعميله، يعني انا ببقى عندي مثلا، حتى لو انت قلتي لي ما تخافيش وكده، بتشيل الرهبه ازاي من اول حس والخوف؟ ده حقيقي. يعني بتقولي لها ايه او بتعملي ايه علشان تشيل الرهبه دي؟ انا ممكن افضل اتعلم وابقى خايفه وسايقه وماشيه بس حقيقي. بترعش من جوايا. لا خالص خالص، بالذات هي التريلات نفس والحاجات انا اللي بتعدي. بقالنا حوالي 4 5 سنين كل عميله بتكلمنا في الاول بتيجي تلاقي من اول سيشن ان الموضوع مختلف تماما تماما، لان مجرد ما بتقعد تاخد ثقه، لا هتمشي، مجرد ما بتشيلي رجلك من على الفرامل العربيه بتمشي، ده في الاوتوماتيك. يعني انا بتكلم لان انا بدي اوتوماتيك يعني. فخلاص احنا مش عايزين بنزين دلوقتي، بتتدرج، بتقول لا، بتشوف نفسها ان هي كويسه. اول 10 دقايق في الحصه الاولى بتاخد الثقه يعني. يعني انت بيروح الخوف يعني، يمكن في الحصه اخر الحصه بيبقى 50%. بتدي انت حضرتك اللي بتعلمي انا ولا بيبقى في بس مدربين؟ انا ماسكه مناطق وعندي مدربات في مناطق في تانية. مدربات. طيب بالنسبه للمدربات، انت بتختاري المدربات ازاي؟ على اي اساس؟ بامتحنهم، بيبقى عندي اختبارات للمدربه وبشوف وكورس تدريب، بياخدوا كورس تدريب وببقى شايفه بتدرب ازاي، لان امان ليها وامان للعميله. يعني انا ممكن ابقى عميله عندك واكون بتدرب حصلت وابقى ان انا علمتها تمام وبعد كده طلبت تاخد كورس تدريب يعني، وحصلت معايا يعني. لكن انا ما اتعلمتش عندك وجايه عايزه اشتغل، بيبقى ايه المفروض ان انا لازم بشوفها بتسوق ازاي، بتعلم ازاي، علمت حد قبل كده ولا لا، لازم تبقى ناجحه في الكارير ده. وبعدين انت لما بتحبي اصلا الكارير بتنجحي فيه يعني. طيب وفي جم عندي مدربات وبعد كده بقوا فاتحين يعني برضو وبقوا مدربات فاتحين كمان اكاديميات. لقيت طب بالنسبه للاكاديميه للسيدات فقط، للسيدات فقط، بالنسبه احنا البنات حواء يعني ما بنحبش بقى الراجل يكون معانا او كده، يعني هل مثلا عميله تقول جوزها مثلا يقول لا انا لازم اكون معاكم، صادفك الموضوع ده؟ حقيقي صادفني وبلغي الكورس كمان يعني، ان انا كمان انا فتحت في وقت كان في تشالنج معينه في البلد، ان في مشاكل في البلد وكده. فمره جاني واحد فبيقول لي هركب معاها الحصه دي بس، قلت له لا حضرتك ولا اطمن بس الحصه دي يعني، ان هو عايز يطمن هو حقه. لان فعلا احنا على النت وكمان، ودي الناس ما كانش عندها المايند سيت بتاعها كده يعني. فقلت له لا والله رولز الشركه يمنعني ان انا اركب اي حد، ولغيت الكورس فعلا، لان هي قعدت تتحايل وقعدت تتصل بيا، فرفضت تماما يعني. ما ينفعش انت خايف على مراتك، فانا برضو انا عندي اللي انا اضمن على منين. نفسي بالظبط. تمام، المفروض ان انت رايح اكاديميه للسيدات فلازم واحنا تبقى لينا كله سمعتنا كمان بقالنا سنين يعني، اكاديميه نونا ليديز درايف الحمد لله لينا اسمنا وسمعتنا يعني. ما وعرف خلاص يعني، لا بقى الموضوع ده في اول سنه بس، بعد كده خلاص يعني الناس خلاص في ثقه بينا. طيب رفضتي عميله قبل كده غير ان هي تبقى مع زوجها؟ لا. يعني موقف معين مثلا؟ لا. ما كملتش الكورس؟ لا خالص، انا ببقى مع العميله لحد ما تبقى كويسه. لا ما وبعدين كل واحده ليها يعني
العميله قدرات غير التانيه، يعني ممكن اطلع عميله بره يعني محور دائري وهي في الحصه التانيه، ممكن عميله في الحصه الرابعه، دي حسب رؤيتي انا بقى كمدربه بالنسبه لي وبالنسبه للمدربات التانيه اللي عندي يعني. تمام، طيب نطلع نشوف فيديو كده ونرجع تاني. اوكي يلا نشوف الفيديو. ورجعنا بعد ما شفنا الفيديو طبعا، وكلنا لو كنا شفنا الفيديو ده هنسوق على طول ومش هيبقى فيه اي خوف، مفيش مشاكل عندنا. انا بجد انا شايفه الطريق، حاسه ان انا اللي سايقه يعني، احنا معنونا ليدز درايف هنسوق بامان. بامان. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذه حنان، قولي لي السن اللي المفروض ان انا اروح اتعلم فيه السواقه؟ من ستارت من 15 سنة يعني، أنا بنتي 14 سنة علمتها بس مش بيسوق يعني مش بيمارسوا، لكن بتتعلم تمارس بقى وهي عندها مثلا 18 سنة، لكن بعلم من 15. بنتي علمتها أربع حبيبة في مدرسة المنور يعني، علمتها وهي 14 سنة وعملت لها فيديو بتسوق كويس جدا يعني، الاستيعاب في السن الصغير لكن كمان بيبقى انا عندي كام، 15 سنه ممكن اجي اتعلم عادي؟ بس بنتعلم لكن ما نمارس قانون المرور وكده يعني. طيب قولي لنا كده تاني الفروع بتاعت حضرتك. احنا موجودين القاهره الكبرى كلها يعني، مدينتي، حلوان، شروق، العبور، المقطم، انا ماسكه زايد واوتوماتيك يعني، لكن عندي والمقطم برضو اوتوماتيك ومانيوال، كل الفروع يعني، ما فيش منطقه في القاهره الكبرى كلها مش موجودين، فيصل، الهرم، اكتوبر، حدائق اكتوبر، كله يعني بصراحه يعني، مش بصراحه يعني دي حقيقه، احنا موجودين ومدربات بروفيشنال كمان. طيب طبعا اكاديميه نونا ليدز درايف على الشاشه يا جماعه، وارقام تليفونات لو حابين ان انتوا تتواصلوا مع مدام حنان ان شاء الله، وكل بنات من حواء ان غير شاء الله خوف بقى هتتعلم السواقه وتبقى بروفيشنال. طيب ادينا نصيحه كده لبنات حواء وانا سايقه العربيه، اعمل ايه؟ التركيز، ان انا ابقى عندي تركيز بس في مراياتي، مركزه في اللي قدامي، في المرايات، في الدريكسيون، في البنزين، يعني هو التركيز فوكس يعني، ان انا ابقى عندي تركيز خلاص الدنيا هتبقى تمام معايا ومن غير اي ارتباك او اي خوف، ابقى مركزه مرايه قدام. عايزه يمين او شمال ببص الاول مراياتي،
مراياتي مع ان انا اخد خطوه الدركسيون المرايات الاول. تمام، ايه تاني؟ اخلي بالي من غلطات الاخرين، يعني لان الرجاله دايما يقولوا لك ان احنا بنسوق احسن. ايوه لا اخلي بالي لان هم بيسوقوا مش احسن ولا حاجه. علينا لا عادي. ان احنا النهارده فقرتنا بنات حوامات. فيخلوا بالهم، يعني انا ابقى مركزه في غلطات الاخرين. يعني انا قبل ما اخد، يعني ممكن حد يكون كاسر عليا او حاجه، اخلي بالي انا اخد رد فعل بسرعه. تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله لينا لقاءات تانية كتير لبنات حواء. كان معانا النهارده صاحبة أكاديمية نونا ليدز درايف الأستاذة حنان، شكرا ليكي جدا. ميرسي يا حبيبتي، خليكم معانا، ما تروحوش بعيد، هنرجع تاني نكمل فقراتنا.